بنتقل لأستاذ محمد إسماعيل أبو باشا، كبير المحللين بالمجموعة المالية هرمس القابضة. وطبعا أول يعني من أكثر القطاعات اللي تأثرت هي طبعا أسواق المال، وحتى شاهدنا ما حدث في البورصات العالمية وما حدث في وول ستريت وما إلى ذلك، وطبعا تأثرت رؤوس الأموال سواء العالمية وبالتالي المصرية بالضبابية المحيطة بالوضع الراهن. طبعا ما أفضل السبل يا فندم في شكل يعني بولت بوينتس كده لتدعيم أسواق المال في الفترة القادمة في مواجهة آثار السياسات النقدية التشددية اللي بتتبعها معظم دول العالم؟ شكرا شكرا معالي دوله رئيس الوزراء، معالي محافظ البنك المركزي على الاستضافه. يعني اظن ده من اهم الـ 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 الادوات اللي هي يتم مواجهه بها السياسات التشدديه. اظن احنا محتاجين يبقى في مرونه كبيره في ادواتنا الاقتصاديه، سواء السياسه النقديه والسياسه الماليه. احنا عايشين في عصر فيه ازمات متلاحقه ومتشابكه. يعني طبيعه الازمه الحاليه مش بس ان في مشاكل جيوسياسيه، ولكن هي مرتبطه كمان بتغيرات في سلاسل الامداد، انتهاء حقبه من اكثر استمرت اكثر من 10 او 12 سنه من اسعار فايده منخفضه بشكل كبير. كل ده بينتهي وداخل في مراحل ان هو مش هيتغير في اي وقت قريب. فبالتالي لازم يبقى عندنا سياسات اكثر مرونه في انها تتعامل مع الصدمات المتكرره اللي العالم بيواجهها. لازم يكون في المرونه دي في ادواتنا. واظن برضو الحاجه الثانيه المهمه ان يكون في يمكن توازن في طبيعه النمو ايضا، ان احنا يكون في نمو طبيعته نفسها وهيكله مختلف، ولكن ايضا يكون متوازن مع الموارد بتاعه الدوله، بحيث ان ما يكونش في اي اختلالات بتبتدي انها تحصل، بالذات في ان ده وضع بيبقى اوضاع صعبه جدا بالنسبه للتمويل المتاح خارجيا، بالنسبه لجميع الاسواق الناشئه. يعني احنا كل الاسواق الناشئه اللي بنغطيها، كل الاسواق تاثرت بشكل كبير جدا. ما فيش اي سوق ما تاثرش بكل اللي حصل ده، وكل الدول حاولت انها تتعامل بطرق مختلفه. ولكن زي ما حضرتك اكرر، اهم حاجه هي المرونه، وكمان ان يكون في توازن بالنسبه لطبيعه النمو الاقتصادي نفسه. يمكن بالنسبه لنظره كمان المستثمرين بالنسبه لمصر، طبعا احنا بنتكلم مع مستثمرين كتير وبيستثمروا في الاسواق الناشئه، يمكن النظرة الموجودة طبعا ان هي زي ما حضرتك مشكلة مركبة، محتاجين يشوفوا ان في خطوات هيكلية، مش بس اصلاحات قصيرة المدى، ومش بس ان يكون في برنامج مع الصندوق، ولكن محتاجين نشوف خطوات هيكلية. يمكن زي مع كل أزمة بيبقى في فرصة ايضا، ان في رغبة كبيرة جدا ان يكون في فرص للنمو. وزي ما كان الدكتور محمد عريان الصبح كان بيتكلم على ان في مشاكل بالنسبة للعالم انه يكون في فرص نمو، انا ما اظنش ان مصر عندها مشاكل في فرص النمو. مصر عندها فرص كبيرة جدا في النمو، وبالتالي ان يكون في اصلاح في مصر اظن ده هيكون عامل جذب كبير جدا بالنسبة لرؤوس الاموال، وده اللي احنا بنشوفه عامة من المستثمرين، سواء المستثمرين في ادوات الدين، مستثمرين في السوق، في البورصه سوق المال، او حتى المستثمرين بالنسبه للاستثمار الاجنبي المباشر، ان هم في اتفاق ان مصر عندها بوتنشال كبير جدا، ولكن هي الفكره ان يكون في سياسات مظبوطه زي ما حضرتك، فيها مرونه وفيها توازن تقدر تخلق ان الفرص دي تتحقق. واظن احنا يعني المفروض ناخد الوقت ده ان احنا نبقى بنستعد، لان لما الاوضاع تهدأ شويه انا شايف ان احنا لو اتخذنا الطريق الصحيح نبقى عندنا فرص كبيره جدا لجذب رؤوس اموال بشكل كبير. بالفعل في الفترة الأخيرة شهدنا عدد من الاستثمارات الخارجية اللي دعمت البورصة المصرية، وبعمل ريكاب سريع لكلام حضرتك، مرونة في الأدوات الاقتصادية والسياسات وتوازن في طبيعة النمو الاقتصادي، وطبعا خطوات هيكلية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد أبو باشا، كبير المحللين بالمجموعة المالية هرمس القابضة.